صباح الخير. اليوم فيه إنجاز أمني مختلف، الحملة الأمنية للقضايا الجنائية بشرطة منطقة الرياض. هذه العملية التي أجهضتها شرطة منطقة الرياض ممثلة بالحملة الأمنية المشتركة للقضايا الجنائية هي عملية نصب واحتيال يديرها أحد المقيمين من جنسية عربية. تابعونا، سوف تطلعون على تفاصيل مثيرة وخطيرة، ونرجو من الأخوة المواطنين والمقيمين مستقبلا وخاصة المواطنين عدم الوثوق بالعمالة لأنهم يشكلون مخاطر كبيرة جدا. القضية التي ذكرتها لكم والذي نجحت الحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض تتمثل في أن يتم أن هذا المقيم وضع سيناريو لعملية النصب والاحتيال، تتمثل في أن يقوم المواطن صاحب الدخل المحدود بفتح مؤسسة تجارية ومن ثم إعطاء التفويض للغرفة التجارية وكذلك إعطاء الشيكات موقعة على بياض مثل هذا الشيك الآن، طبعا فيه أكثر من شيك موقع على بياض لعدد من المؤسسات بأسماء مواطنين، وأيضا مثل ما ذكرت لكم يقوم بالتوقيع بأسماء أو تفويض على الغرفة التجارية للتصديق على المعاملات الخاصة بهذه المؤسسات. مثل ما ذكرت لكم هذا المقيم كان من الخطيرين جدا ودائم، وطبعا المعلومات توفرت للحملة الجنائية وتابعت هذا الشخص على مدى شهرين ماضية، والسبب يعود إلى أن هذا الشخص دائما يغير من مكان إلى مكان آخر، وكذلك يقوم بتغيير أرقام هواتفه الجوالة بهدف الهروب من أعين رجال الأمن وكذلك من الهروب من الأشخاص اللي قام بتوريطهم. مثل ما ذكرت لكم هو يقوم بإصدار شيكات ويشتري بضائع، مثلا على سبيل المثال البضاعة بمليون، يقوم إعطاء شيك مؤجل إلى الشركات أو المؤسسات تبيع عليها البضاعة بمليون على أنه يتم إعطائهم مبلغ 1,400,000 بعد 6 شهور، وهو في الحقيقة لا يعطيهم لا مليون ولا ريال نهائيا، فقط يهرب منهم. الحملة الأمنية للقضايا الجنائية مثل ما ذكرت لكم وضعوا كمين للقبض على هذا الشخص عندما توفرت لديهم معلومات بأن هذا المقيم يتفاوض مع أحد المؤسسات بمبلغ 3,000,000 ريال بهدف النصب والاحتيال عليهم. طبعا عثر على شيكات لديه، شيكات طبعا مختلفة، هذا بمليون ريال وهذا ب550,000 وهذا ب45,000 ريال، الثانية ب425,000، 740، 550، 280,000، والثانية ب100,000. طبعا عثر لديه على مجموعة من الشيكات تتراوح المبالغ المالية فوق 10,000,000 ريال بهدف النصب والاحتيال على المواطنين والتجار. عثر لدى هذا المحتال على طبعا اختام وكذلك على وثائق تعود للمؤسسات اللي يقوم بالنصب والاحتيال على اصحابها. الهدف منها طبعا على سند كميه من سندات القبض، الهدف منها هو ايهام ضحاياه بانه رجل فعلا من مؤسسه او من مؤسسات موثوقه وأنه رجل يعني مسؤول بهذه المؤسسة وعمله لا يشوبه أي نصب واحتيال، وهو في الحقيقة عكس ذلك. طبعا مثل ما ذكرت لكم الحملة الأمنية للقضايا الجنائية أحبطت عملية نصب واحتيال وعثرت على مجموعة من الشيكات تقدر بأكثر من 10,000,000 ريال، من بينها طبعا هذا الشيك مكتوب مشتريات أثاث مكتبي، الشيك اللي بعده بضاعة مياه، وكذلك شراء جبنة عكاوي مبلغ 100، الجبنة عكاوي 198,000 ريال، والشيك الآخر ب550,000 بضاعة مياه، وكذلك 1,000,000 ريال قيمة بضاعة لم يذكر يكشف تفاصيل هذه البضاعة ونوعيتها. مثل ما ذكرت لكم هذا النصاب المحتال عثر لديه على مبلغ مزيف، وهو طبعا يمارس عملية
عملية طبعا خطط لها جيدا. هو الهدف من عملياته بشكل عام هو الهروب من أن الموضوع يتحول إلى قضية نصب والاحتيال في ظاهره، وهو يطبقه على ضحاياه اللي يعطوه وكالات أو يقام بشراء منهم بضائع، بأن الموضوع حقوقي مالي حتى الموضوع يطول عملية أخذ انكشاف أمره، وكذلك الهدف النصب على أكثر من شخص، لأن الحملة يطول عملية أخذ انكشاف أمره، وكذلك الهدف النصب على أكثر من شخص، لأن الحملة الجنائية أحبطت وبددت أحلام هذا المحتال، وتم القبض عليه في كمين محكم صباح هذا اليوم. طبعا الكارثة ليست هنا، الكارثة أنه هناك رجل وامرأة في السجن بسبب هذا المقيم الذي قام بالنصب والاحتيال وتوريطهم بأكثر من 15 مليون، وتم رفع شكاوي ضدهم، والآن هذا الرجل وزوجته من أصحاب الدخل المحدود يقبعون داخل خلف القضبان، وكذلك يوجد أشخاص آخرين تورطوا أو ورطهم هذا المقيم بعملية مثل ما ذكرت لكم أن أصدروا فتحوا مؤسسات، وهي يدير المؤسسات هذا المقيم والذي جمع مبالغ مالية كبيرة جدا، ربما يكون جزء منها كبير حيل إلى بلده، أو المبالغ المالية ما زالت حتى الآن غائبة، إلا أن هناك ضحايا، ونتوقع أن يكون هناك ضحايا آخرين بسبب وجود الشركات التي عثر لديه وعدد من المؤسسات التي لهذا المقيم. 19 تعميم من بينها قبض على هذا الشخص، طبعا كلها يمارس من خلالها النصب والاحتيال. ألف شكر للحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض على هذا الإنجاز الأمني، طبعا إنجاز غير مستغرب، نتمنى لهم التوفيق.